تم مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات سعادة السيد محمد بن أحمد أبو سعيد ولي صور ليقدم الهدية إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم نيابة عن مشايخ وأعيان وأهالي ولاية صور، وهي ترمز إلى الولاء والطاعة لقائد المسيرة المظفرة، وتعبر عن تلاحم الشعب مع قيادته الرشيدة والسير على خطاه ونهجه السليم. بينما يتابع الأهالي هازيجهم وفنونهم البحرية جلالة السلطان المعظم يلوح بيديه الكريمتين شاكرا ومودعا أهالي ولاية صور ويغادر المكان وقائدا لمسيرتها المظفرة جلالته يصافح أعضاء اللجان المنظمة لهذا المهرجان البحري جلالته حفظه الله. وقد صافح أعضاء اللجان الفنية واللجان المنظمة لهذا المهرجان وودع الجميع بحفظ الله ورعايته بعد أن شرف المكان برعاية هذا المهرجان الكبير. وهكذا أيها الإخوة المشاهدون عاشت صور أياما بهيجة في عهده الزاهر، عهد النهضة العمانية الرائدة التي قاد مسيرتها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. وهكذا عبر أهالي صور عن هذه الفرحة وهذه الغبطة وهذا السرور الغامر والعامر للقلوب بهذا المهرجان الكبير. أيها الإخوة المشاهدون، نقلنا لكم صورة حية للمهرجان البحري الذي يقامه أهالي ولاية صور تحت الرعاية السامية الكريمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم.